مديرية التربية في محافظة درعا جميع التحضيرات والاستعدادات اللازمة لإجراء امتحانات شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي من خلال تجهيز المراكز الامتحانية بمختلف المستلزمات. توجيهات وإرشادات حول إنجاح سير العملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي تمت في الاجتماع التمهيدي للامتحانات العامة لدورة عام 2013، وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية فيما يخص الامتحانات العامة وتأمين الطرق والمراكز الامتحانية، وأن يقوم كل بدوره المنوط به بكل أمانة ونزاهة كي نصل بطلابنا إلى نتيجة عادلة تكون حصيلة جهدهم خلال العام الدراسي. والجدير بالذكر أن محافظة درعا أتمت كافة الاستعدادات والتجهيزات التي تضمن سلامة سير العملية الامتحانية. هدفنا الأول طبعا هو توفير الأجواء الهادئة لأبنائنا الطلبة في مراكزهم الامتحانية، ومن ثم طبعا نجاح هذه الامتحانات. قمنا بالنسبة لنا بمجمع الصنمين بتجهيز 36 مركز امتحان للتعليم الأساسي بمقاعدها وبكل مستلزماتها وبكل ما يخص العملية التربوية من آلات تصوير ومن مولدات كهرباء ومن أي مستلزمات أو أوراق خاصة بالعملية الامتحانية. اتخذ المجمع كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية لدورة عام 2013. لدينا 23 مركز امتحاني تم تجهيزها بالمقاعد، تم توزيع بطاقات الطلاب، بطاقات المراقبين للمرحلتين الأساسي والثانوي، وتسير عملية الاستعداد والتجهيز لإنجاح العملية الامتحانية على قدم وساق. وفي السياق ذاته عقد المجلس الفرعي لنقابة المعلمين بدرعا اجتماعا تم من خلاله انتخاب ممثلين عن محافظة درعا للمجلس المركزي لنقابة المعلمين. أخبار